السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وسعت كل شيء. وفي هذه الأيام المباركة وتحديدا 12 ربيع الأول 29/10 نحتفل وتحتفل ويحتفل العالم كله والأمة الإسلامية بمولد رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. وزي ما احنا متعودين إن بيتكرر اللقاء معانا بفضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري اللي دايما منورنا. بارك الله فيك، منورنا يا مولانا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. احنا طبعا متعودين منك على كل خير. الله يرزقنا الخير. اللهم امين. فزي ما نوهنا عن الطفل المتغيب رمضان، معانا طفله تاني متغيبه. البنت اسمها شهد محمد رمضان عبد الرازق حرفوش، هي من قريه اطواب في الواسطه بني سويف. البنت متغيبه تحديدا من 19/9/2019، فيعني البنت بقى لها اكتر من سنه. فاتمنى من الله ان اي حد يتعرف على البنت او يعني يشبه على ملامحها يتواصل معانا على الرقم اللي ظاهر على الشاشه او على ارقام القناه، يحاول يعني لو هو واثق قوي ان البنت موجوده يا ريت يتواصل، مش واثق او شاكك يعني يبعت على الواتساب واحنا هنقرر ان احنا نتواصل معاه او لا. بس بلاش التلاعب، والنبي يا جماعه باعصاب الناس، لان الحلقه اللي فاتت في ناس كتير قوي اتصلت والولد موجود والولد موجود والولد ما كانش موجود، انتوا ما تعلموش حاله اهله ايه. فبلاش التلاعب باعصاب الناس، لان الناس يعني بتبقى شبه مستنيه امل. فندعي كده يا مولانا ان ربنا يعطرنا فيهم ان شاء الله. الله يردهم سالمين غانمين، الله يردها الى اهلها سالمه غانمه ان شاء الله تعالى. اللهم امين يا رب. الله. طبعا مولانا احنا في ايام يعني الدنيا كلها بتحتفل ومراسم الاعياد ابتدت تترسم في الشارع، ايام البهجه والفرح والسرور. بالظبط. نعم. فإحنا كنا عايزين نتكلم أكتر عن صفات الرسول وعن جمال الرسول ونور النبي. ده إحنا عايزين نتكلم عن حاجات كتير جدا، بس يا رب الوقت يعني يسعنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا جهة ولا حيز له سبحانه سبحانه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. فاللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة لما تكلمنا عن الفرق بين النبي والرسول، وذكرنا الفرق بينهما، وذكرنا أنه الفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول أنه كلاهما يوحى إليه، كلاهما اصطفاه الله بالنبوة والرسالة. وذكرنا الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولكن لما أنا ذكرت في الفرق بين النبي والرسول فمثلت سيدنا هارون عليه السلام، واللي ذكر العلماء أنه هارون كان نبيا رسولا، لأن الله قال فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فإنما يعني إذا أردنا أن نمثل مثلا بيوشع بن نون كان صحيح. نبيا وأمر بتبليغ شريعة سيدنا موسى عليه السلام. فأنبياء الله ويعني هم صفة خلق الله، أنبياء الله هم صفة خلق الله، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله. اليوم 1 ربيع الأول، ربيع الأول الأزهر الأنور الأعطر الأغر الأكرم، شهر ميلاد الحبيب المصطفى
صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر تشرف بأن ولد فيه خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو أفضل من خلق الله، أفضل من خلق الله. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أن الله أوحى إلى آدم: يا آدم لولا محمدا ما خلقتك ولا خلقت الجنة. معناه أن الله خلق الدنيا حتى يظهر سيدنا محمدا صفوتها وشرفها صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدنا يا رسول الله. ما خلق الله أجمل إنسان، يعني ما خلق الله أجمل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أجمل الخلق، أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق من قال: لا والذي خلق الجمال في لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد صورة وجمالا. لذلك السيدة عائشة فيما روي عنها، وكذلك عن حسان بن ثابت لما قالت، لما رأت طلعته البهية صلى الله عليه وسلم، فقالت: وأجمل منك لم تر قط عين يا رسول الله، وأجمل منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يعني ما فيش واحد منا بيختار الهيئة التي يكون عليها. صحيح. كل واحد منا يعني بالعادة إذا إنسان نظر أو نظرنا إلى إنسان نقول سبحان الله فلان جميل، بس لو كان طويل شوية، لو كان قصير شوية، لو كان وشه كذا، لو كان كذا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم أن الواحد إذا نظر إلى المرآة يقول: اللهم صل على محمد، اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. صحيح. صلى الله عليه وسلم. فأجمل الناس وجها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يخلق الله تعالى في الجمال والحسن والكمال والبهاء والهيبة وكمال الصورة مثل وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد خلق الله تعالى في وجه نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى أزكى الشمائل وأطيبها وأحلى المحاسن وأكملها. ولئن أعطى الله نبيه يوسف عليه السلام شطر الحسن فكان مبهرا للأبصار، فقد أعطي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحسن كله، كل صحيح. الجمال عند محمد، الحسن كله كان في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ورد في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم. طب هنا بقى نستوقف، لأن في حاجة كانت بتتقال والله أعلم من مدى مصداقيتها، إن ربنا خلق الجمال وأعطى نصه أو هو نصف. نعم. سيدنا يوسف، صحيح، سيدنا يوسف أعطي شطر الجمال النصف، أما سيدنا محمد أعطي الكمال كله صلى الله عليه وسلم. كان الذي يراه لا يستطيع أن يثبت بصره إليه صلى الله عليه وسلم. حتى نروي ورد واحد من الصحابة يعني من شدة تعلقه ومن شدة حبه بالنبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا ثوبان. فسيدنا ثوبان النبي رآه ذات مرة يعني هزيل الجسد، فالنبي سأله: ما بك يا ثوبان؟ فقال: والله يا رسول الله يعني ليس بي مرض ولا شيء، ولكني إذا بعدت عنك يعني ابتعدت منك لا أتحمل ذلك. وكان لما يجلس كان يطيل النظر للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي سأله فقال: يا رسول الله أتذكر موقفي يوم القيامة، يعني لما أموت ويتوفاك الله وتدخل أنت الجنة فتكون مع النبيين وأكون أنا في منزلة ليست في منزلتك، فيعني أملي عيني بالنظر إليك في الدنيا. فأنزل الله قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم. فحتى ورد في الحديث من سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. الله. إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر كما ورد في الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام قمري الوجه،
واسع الجبين، في أنفه شيء من الطول، في أنفه شيء من الطول الجميل، واسع العينين شديد سوادهما وبياضهما، فيهما خطوط دقيقة حمراء، كان أكحل العينين من غير كحل، وكان طيب الرائحة من غير طيب، ولكنه كان يكتحل ويتطيب ويتطيب ليعلم ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم. كان أطيب الناس رائحة. مرة كان نام عليه الصلاة والسلام في بيت أم سلمة، وكان عليه الصلاة والسلام كان يتساقط العرق من وجهه الشريف كأنه حبات لؤلؤ. فالسيدة أم سلمة ماذا عملت؟ فجاءت بقارورة عندها، القارورة التي تضع فيها الطيب، فوضعتها ثم جعلت الحبات العرق تتساقط في هذه القارورة. فلما استيقظ النبي فقال لها ماذا تصنع؟ فقالت يا رسول الله عرقك نطيب به طيبنا. قالت يا رسول الله عرقك نطيب به طيبنا، وفي رواية قالت يا رسول الله عرقك ندخره لصبياننا، أي حتى تنالهم من البرك، ينالهم من البركات ما يناله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أهدب الأشفار، يعني طويل الرموش وكثير الشعر بها، يعني ليست عريضة وليست خفيفة، وكان الذي يراه كان أزج، يعني من بعيد كأنهما متصلان من غير قرن، يعني كأنهما هلاليان صلى الله عليه وسلم. وكان واسع الصدر عليه الصلاة والسلام، كثير الشعر ما بين من الأكتاف، وكان من هنا كان سواء الصدر مع البطن صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعني شثن الكفين والقدمين، يعني غليظهما، يعني ليس اللي هو فيهم قصر، بل هذا دليل على القوة. كان واسع الفم عليه الصلاة والسلام، وكان إذا تكلم خرج النور من بين ثناياه اللؤلؤية صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله في الجمال والهيئة مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسيد الخلق. هذا شيء أحببنا أن نبدأ به، لأن الإنسان لما يعرف هذه الأوصاف المحمدية يعني انشراح في القلوب، نعم، وقلبه بذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام تفرج الهموم والكروب، تزال الكروب. ورد يعني لذلك قال بعضهم إن كان كربك في البلاء عظيما، أو كنت ترجو جنة ونعيما، أو بت تألم من مواجع جمة، والهم أمسى في الفؤاد مقيما، فاعمل بما قال العزيز مرتلا، صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عظم قدر جاه محمد، فأناله فضلا لديه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا النبي محمد خير الورى، نبيهم وبه تشرف آدم، هو في المدينة ثاويا بضريحه، حقا ويسمع من عليه يسلم، وإذا توسل مستضام باسمه، زال الذي من أجله يتوهم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما راح حاد باسمك يترنم، صلى الله عليه وسلم. طيب احنا بقى عايزين يعني نتطرق لنقطة مهمة جدا، المعجزات الدالة على صدق الأنبياء. على صدق الأنبياء، أولا المعجزة هي دليل صدق، دليل صدق على ذلك النبي، يعني كأن المعجزة هي تصديق له على صدق دعواه. لذلك قالوا في تعريف المعجزة، المعجزة هي أمر خارق للعادة، يعني على خلاف ما اعتاده البشر، أمر خارق للعادة. المعجزة هي أمر خارق للعادة، يأتي على وفق دعوة من ادعوا النبوة، يعني الذي جاء ليقول للناس أنه نبي لابد أن تكون معه دعوة، يعني هذه المعجزة التي هي دليل صدقه. يبقى المعجزة هي أمر خارق للعادة، يأتي على وفق دعوى النبوة، سالم من المعارضة بالمثل، يعني لا تكون مكذبة له. مثل ماذا؟ مثل مسيلمة الكذاب، صحيح، لما جيء له بإنسان أعمر فمسح على عينه السليمة فطمست، هذه تكذيب له. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان من معجزاته أن سيدنا قتادة بن النعمان لما كان في الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء سهم فقلعت عينه سالت على خده،
فأرادوا أن يقطعوها، فقال أحدهم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، وضعها على راحته الشريفة ثم ردها إلى مكانها، فكان سيدنا قتادة يقول: والله ما كنت أدري أي عيني أصيبت. بسم الله ما شاء الله. لذلك قالوا، وكذلك أيضا أكثر الأنبياء معجزات هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقلنا في تعريف المعجزة أنه سالمة من المعارضة بالمثل، يعني لا يستطيع أحد أن يفعل مثل فعله. مثلا السحر يعارض بسحر مثله، لو جبنا مثلا إنسان ساحر عمل سحرا، قد يأتي إنسان ساحر آخر أقوى منه فيبطل سحره الذي عمله أو يعمل مثله. أما المعجزة سالمة من المعارضة بالمثل، وقد تكون المعجزة باقتراح من القوم الذين أرسل إليهم، أو قد تكون من غير اقتراح. باقتراح منهم يعني هم يطلبوا منه ذلك، يعني يقولون له كما حصل مع سيدنا صالح عليه السلام، قالوا له: إن كنت نبيا حقا فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وفصيلها. فأخرج لهم من الصخرة الصماء ناقة معها فصيلها، وكانت يعني يكفيهم لبنها. فهذه المعجزة تقوم بمقام كأن الله يقول: صدق عبدي فيما يبلغ عني. لذلك أنا أؤيده بذلك. وقد تكون بطلب من القوم، كما طلبوا من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما قالوا له، يعني أشار إلى القمر فانفلق نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر. وكان من أعظم المعجزات التي يعني خص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن الكريم، وهي معجزة عظيمة بالغة. والقرآن هو كلام الله، وليعلم أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، إنما بنقول القرآن كلام الله، يعني عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس صوتا ولا حرفا ولا لغة. سيدنا جبريل نزل به من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، في السماء الأولى نزل به جملة واحدة، ثم بعد ذلك صار ينزل به مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة. بسم الله ما شاء الله. على حسب الأحداث وعلى حسب ما وهنا يحصل. برضه هنستوقف عند نقطة تانية، يعني زي ما قلنا الفيسبوك والسوشيال ميديا بتلعب دور مهم جدا. برضه أحد العلماء كل الاحترام والتقدير ليهم كان بيقول إن سيدنا عيسى عليه السلام أكثر معجزات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، أكثر الأنبياء معجزات وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك أهل العلم كالبيهقي وغيره. قيل حصلت له فقط في حياته ما بين 1000 و3000 معجزة، فقط في حياته من 1000 إلى 3000. نعم، ما بين 1000 إلى 3000 معجزة. طب هل ممكن يحصل معجزات للرسول؟ لا، المعجزة تكون للنبي. أحيانا يظهر ما هو خارق للعادة، مثلا على يد إنسان صالح، هذا لا يسمى معجزة، إنما يسمى كرامة أكرمه الله تعالى بها، كما حصل مع السيدة مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكالكرمة التي حصلت لأصحاب الكهف، وكالكرمة التي حصلت مع سيدنا عمر بن الخطاب لما كان على المنبر وسيدنا سارية كان في المعركة، فقال: يا سارية الجبل الجبل، يعني احتمي بالجبل. فالصحابة سألوه: يعني قد قلت كلاما، يعني فقال لهم: كلام أجراه الله على لساني. فبعدين تبين لهم أن سيدنا سارية قال لهم: كدنا أن نغلب لولا أني سمعت صوت عمر يقول لي: يا سارية الجبل الجبل، يعني احتمي بالجبل، فكانت لنا النصرة. هذه كرامة ليست معجزة، المعجزات خاصة بالأنبياء. أنا يعني كنت هسأل حضرتك سؤال تاني خالص، هل معجزات الأنبياء تحدث على أو في وسط الزمن اللي احنا موجودين فيه؟ يعني هناك بعض المعجزات لا تنقطع بوفاة النبي. صحيح، أنا ما بحبش أقول كلمة وفاة النبي خالص بصراحة. ورد في القرآن، نعم ورد في القرآن، فلا تنقطع بانتقالهم، إنما هي بعض المعجزات مستمرة. النبي عليه الصلاة والسلام أليس قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم؟ قال: فإذا أنا مت، قال: عرضت علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم.
فاستغفاره منه لأمته بعد وفاته نفع منه عليه الصلاة والسلام لأمته صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صلى الله عليه وسلم. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. والنبي عليه الصلاة والسلام من كذلك من المعجزات العظيمة التي فيها بيان عظيم فضله صلى الله عليه وسلم معجزة حنين الجذع، وهذه من أعجب المعجزات، معجزة حنين الجذع. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يخطب المسلمين كان يوم الجمعة أو كان لما يخطبهم كان يستند إلى جذع نخلة في المسجد. فذات مرة جاءت امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفآمره أن يصنع لك منبرا، يعني شيئا مرتفعا تقف عليه حتى يراك الناس؟ فقال لهم إن شئتم فاصنعوه. فلما عملوا له المنبر وجاءوا به، والنبي كان يوم الجمعة أراد أن يصعد عليه صلى الله عليه وسلم، فصعد على المنبر وإذا به يخطب الناس، فإذا بهذا الجذع اليبيس الله خلق فيه إحساسا وإدراكا، فأن وبكى لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالرحمة المهداة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ينزل من على منبره الشريف، فيأتي إلى هذا الجذع الجماد الذي خلق الله فيه الإحساس والإدراك، فحن وأن وبكى شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع بكاءه كل من في المسجد، سمعوا بكاء هذا الجذع. فنزل النبي فاحتضنه فالتزمه أي ضمه إلى صدره الشريف، ثم قال والله لو لم ألتزمه لظل يئن إلى قيام الساعة. قال والله لو لم ألتزمه لظل يئن إلى قيام الساعة. فكان سيدنا الحسن لما يذكر هذه المعجزة يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه، أفلا يحق لقلوبنا أن تشتاق إليه؟ إني مشتاق إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى نستوقف عند حاجة تانية، الاشتياق لرسول الله أو النظر من باب الغرفة في المسجد الحرام. هنا بقى بنشوف أهوال، يعني ممكن يكون من كتر حبنا أو اشتياقنا لرسول الله ما بنلتزمش بالتعليم الإسلامية، إن احنا بنبتدي نصرخ وتسمع صريخ وصويت وعويل. سبحان الله، يقولوا ليس على المحب ملام. الله. فإحنا عايزين نرشد بس الناس. نعم، هناك تعليمات، هناك مثلا طريقة التزام إنه في الزيارة ونحو ذلك، ولكن شوفي سبحان الله سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام استأذن سيدنا أبا بكر في أن يترك المدينة. لماذا؟ لأنه يعني كان كل أذان يؤذن للنبي فيأتي ويقول الصلاة الصلاة يا رسول الله، يعني يقيم الصلاة، ف ما استطاع أن يؤذن في المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان سيدنا بلال رضي الله عنه استأذن أبا بكر فلم يأذن له، قال له إنا لا نطيق فراقك يا بلال. فبعدين في خلافة سيدنا عمر استأذن سيدنا عمر في أن يخرج إلى الشام، فسيدنا عمر أذن له. فذات مرة كان سيدنا بلال، هذا ورد في رواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فذات مرة كان سيدنا بلال رضي الله عنه كان نائم فاستيقظ من نومه فرحا مسرورا، فزوجته تسأله تقول له ما بك يا بلال؟ قال لها لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يرزقنا رؤيته وشفاعته صلى الله عليه وسلم. فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لما كل هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنا؟ لما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنا؟ فقام سيدنا بلال وشد رحله إلى زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يتبين لنا شيء، أنه يجوز للإنسان أن يخرج بنية قصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس ذلك شركا كما
يعني يذكر بعض الأفكار المتطرفة نحو ذلك، يقولون أنه لا يجوز لك أن تخرج وأنت تنوي زيارة النبي، إنما قل أنا أنوي زيارة مسجد النبي. سيدنا بلال خرج من الشام إلى المدينة قاصدا زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ورد في الحديث النبي دلنا على ذلك، من زار قبري وجبت له شفاعتي. فسيدنا عيسى المسيح لما ينزل في آخر الزمان يسلك فجا حاجا أو معتمرا، يعني يؤدي العمرة أو الحج، قال النبي ثم يأتي قبري، يعني يطلع يخرج من مكة إلى المدينة ويأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولا أردن عليه السلام. فسيدنا بلال خرج، شد رحله وخرج إلى المدينة حتى وصل إليها. فلما أن وصل إلى القبر الشريف انكب على القبر يقبله، وهنا إجازة أخرى، انكب على القبر يقبل. هو الأحسن أن الإنسان يقف على، يعني كما ذكر أهل العلم، على نحو ذراعين أو ثلاثة، خافض الرأس، مستشعرا عظمة المكان الذي هو فيه، غاض الطرف، مسلما على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن سيدنا بلال غلبه الشوق، غلبه الشوق، فانكب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ظاهرا يقبله صلى الله عليه وسلم، حتى بعد أن انتهى طلب منه بعض الصحابة: يا بلال، نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان يستطيع، حتى جاء الحسن والحسين فقالا له: يا بلال، نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما استطاع أن يرد الحسن والحسين رضي الله عنهما، فصعد إلى المكان الذي كان يؤذن فيه زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ بالأذان: الله أكبر الله أكبر. قالوا فارتجت المدينة. ثم قال: الله أكبر الله أكبر، زادت رجتها. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجة المدينة، يعني بالبكاء والنحيب. ثم فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج الناس من بيوتهم، حتى قال بعض الناس: بعث رسول الله، يعني خرج من قبره عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال، أذان بلال أحيا الشوق في قلوبهم. لذلك سيدنا بلال لما حضرته الوفاة وهو على فراش الموت، زوجته تبكي وتقول: وبلالا، يعني حزينة على فراقه، وهو يقول لها: لا تقولي وحسرته، بل قولي وفرحته، غدا أنا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعضهم: لطيبة عرج، لطيبة عرج، إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. ما شاء الله، احنا صلى الله عليه وسلم. احنا كده الوقت اوشك على الانتهاء ان شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني الوقت بيعدي بسرعه. فعايزين بس نختم بدعاء من مولانا عشان نستقبل الفقره الثانيه بصدر رحب، لان حضرتك طبعا زي ما معودنا معطاء للخير، واحتضنت يعني حمله ان شاء الله، يعني هنتكلم عنها باستفاضه بقى في الفقره الثانيه، وربنا يجعله يا رب دايما كده في ميزان حسناتنا. اللهم امين يا رب. امين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم أهل علينا هذا الهلال بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم أعط لكل منا سؤله من الخير. اللهم أعط لكل منا سؤله من الخير. اللهم فرج كرباتنا، اللهم فرج كرباتنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين،
وفرج كربات المكروبين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رؤية وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية الخلقية والخلقية، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم عطف قلبه الشريف علينا، اللهم عطف قلبه الشريف علينا، وداونا منه بنظرة يا أرحم الراحمين، وداونا منه بنظرة يا أكرم الأكرمين. عطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لأخي محمد الملكي واعطه سؤله من الخير، اللهم اعطه سؤله من الخير، وفرج كربه يا أرحم الراحمين، واصرف عنه كل أذى وبلاء يا أكرم الأكرمين، ووفقه لكل خير يا أرحم الراحمين. وأعط لكل منا سؤله ولكل من سألنا الدعاء، أعطه سؤله من خير الدنيا والآخرة، وارزقنا رؤية وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضاحكا مبشرا لنا بدخول الجنان، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوة أن الحمد لله رب العالمين. نستودعكم الله، وإن شاء الله هقابلكم في الفقرة اللي جاية، انتظرونا ما تروحوش في أي حتة عشان معانا مفاجأة كبيرة جدا. شكرا يا مولانا. فاصل ورجعي. ورجعنا لكم تاني بفقرة جميلة جدا 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 ومبادرة، يعني أجمل من فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري النهاردة. يعني حضرتك هتبقى إعلامي بقى. احنا النهاردة في استضيافتنا او في استضافتنا معالي المستشار استاذ علي الشرقاوي رئيس الوحدة المصرية لدعم رئيس الجمهورية. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ونائب رئيس الوحدة اللي دايما مشرفنا استاذ اسلام محفوظ. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم. طبعا الوحدة سمعت في وقت قليل جدا، الفكرة كانت هايلة جدا، لحد ما فضلت الشيخ كلمني وقال لي أنا بدعم الفكرة، لأن الفكرة كانت جديدة. تمام. فعايزين نتكلم الأول باستفاضة كده عن الفكرة، وبعد كده ندخل في مشروعية الكيان وإزاي بدأته وكل ده هنتطرق ليه بعدين، بس نتكلم الأول عن اللي خلى الناس يعني تتلفت للوحدة أكتر. طبعا احب اشكر حضرتك واشكر اسره البرنامج واشكر فضيله الدكتور الشيخ احمد الازهري. طبعا هي الفكره بتاعت الوحده او الحمله دي فكره بسيطه لدعم الرئيس ومؤسسه الدوله والعمل الخدمي والانساني. بناء عن كده طبعا معانا كوادر من الشباب والافكار، بناخد الفكره ونجتمع بيها ونشوف انهي الاصلح للمواطن البسيط وللبلد، وبنبتدي نشتغل عليها. الفكرة دي عبارة عن معنا المستشار الإعلامي للوحدة على مستوى الجمهورية، كلمنا في موضوع الفكرة اللي هو البس جديد، الفقير من حقه أن يلبس. اشتغلنا على الفكرة وربنا كرمنا وقدرنا نوصل للموضوع يعني، والحمد لله. بنطالب طبعا كل الناس، الفقير أصل احنا كلنا واحد، سواء المواطن الفقير أو الغني كلنا بنكمل بعضينا طبعا. وطبعا ده احنا في بلد واحدة، بنعتبرها أسرة واحدة، إنسان واحد، مفيش حاجة اسمها غني وفقير، احنا كلنا بنكمل بعض. صح. فاحنا لما عملنا الفكرة دي او المستشار الإعلامي لما اتكلم في الموضوع ده اتكلم بناء عن احنا ليه ما نقربش شوية للفقير ونشوف الفقير. صح. فبنكمل بعض في حاجة احنا مش شايفينها، بنسلط الضوء عليها، اللي هو الفقير ده من حقه ان يلبس ومن حقه يعيش ومن حقه دوره في البلد. أكيد. فبناء عن كده دي دخلت في ضمن الحملة بتاعتنا وشغالين عليها يعني. الحمد لله. إيه رأيك يا مولانا في الفكرة؟ صحيح، وهذا من صميم القرآن. الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا فرق بين عربي وعجمي، ولا فضل لأبيض على أسود، ولا لغني على فقير إلا بالتقوى. صحيح. ونحن أمة كالجسد الواحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن كالبنيان المرصوص، إذا تألم واحد منا الآخر يتألم لألمه. هكذا الفكرة كلها بتكمن، أن الناس اللي هم عندهم هدوم في غنى عنها بيتم
إرسالها لكيان الوحدة المصرية لدعم رئيس الجمهورية عن طريق أرقام التليفونات اللي هتكون موجودة على الشاشة، وهي أرقام تليفونات أستاذ علي الشرقاوي وأستاذ إسلام محفوظ نائب رئيس الوحدة. من خلالها بنقدر نطلع مندوب من عندنا بإيصال استلام ملابس، وبعد كده بيتم تنظيف الملابس وكويها وعرضها في زي معرض. بالظبط، معرض أو من خلال المقر، عروضات لبعض الناس الموجودة. تمام، يعني بيكون عاملين سالري مثلا للقطعة في مبلغ معين بيتم دفعه بإيصال. مبلغ رمزي جدا. كام بقى؟ هو بس تكلفة الغسيل الغسيل والمكوى يعني بس. تقريبا كام يا أستاذ إسلام؟ يعني في من حدود، هو مبلغ رمزي جدا جدا، يعني من 10 ل 15 جنيه. مش هنزيد يعني، مش هنزيد عن كده. تمام، بعد كده بيتم شراء ملابس جديده. بالظبط، لتوزيعها على لبعض الناس، الناس المحتاجه من خلال بعد ما بنخلص موضوع الغسيل والمكوى والمصاريف اللي هي الرمزيه دي. تمام. اذا فض 2 جنيه ولا حاجه بنعمل لهم صندوق. تمام. وبيتم من خلالهم نشتري بيهم ملابس جديده، وبنبتدي نوصل للاسره اللي هي محتاجه فعلا، فقيره بقى خلاص. ده بيتم عن طريق اخصائي اجتماعي خاص بالوحده. بالظبط، عندنا طبعا الحاله طبعا لازم يكون في اخصائي موجود لفرز الحاله اللي قدامنا. اكيد. ايه رايك يا مولانا؟ يعني شيء يفرح القلب. يعني احنا عندنا شباب وكوادر اهو بيقدروا يقدموا حاجه للبلد. هو ده المطلوب، ان احنا كلنا نتعاون، كلنا نكون ايد واحده، ما حدش يرمي الحمل على غيره. بالظبط، احنا كلنا لابد ان احنا نتحرك. قد ايه كل واحد فينا لو قلب في بيته هيلاقي كتير ملابس جدا ملابس ما بيستعملهاش. صحيح. طب ما ممكن اللي انت مش عاجبك ده قد يكون في عين انسان اخر. بالزبط. يكون شيئا كبيرا. صحيح. فلما احنا كنا نتكاتف ونتعاون ونتآلف ونتحاب نكون كالجسد الواحد. يعني ذكرتوني بحمله كنا عملناها في رمضان، كنا مسمينها حمله كالجسد الواحد. ما شاء كمان الله. برضو لمعاونه الفقراء والمحتاجين والاطعمه ونحو ذلك. أكيد. يعني شيء ده الشيء العمل المجتمعي الذي يفرح القلب. صحيح. الدعم طبعا كل الدعم ليكوا، وان شاء الله من نجاح لنجاح اكبر. اسلام، انا عايزاك تكلمنا كده عن دور الشباب في الوحده المصريه لدعم رئيس الجمهوريه. هو احنا حضرتك بنجمع بعض الشباب وبننزل الشارع وبنعمل حالات بنشتغل عليها. تمام. وبنشوف ايه المشكله اللي موجوده في الشارع بنشتغل عليها من خلال طبعا سيادة الرئيس، وبنشتغل برضو من خلال كده في الشارع وبنشوف ايه المشكله بنقدر نحلها. بنشوف ايه الشباب متطوعين في الوحده، فبيعمل بحب، ان هو بيعمل عمل خدم، هو بيعمله بحب من جواه، مش مستني كلمه شكر من حد وبتاع، هو خارج يعمل عمل تطوعي في الوحده. مش لازم اقول له فين، هو اللي بيشوفه. لو واحد لقى غطى الغرفه بتاعت الصرف ما هو قفله، ما هو عمل نقص. صحيح. تمام. فتسليط الضوء مع الشاب على العمل الخدمي ده موضوع، والفكره في الفكره بتاعتنا اصلا الاساسيه اللي هي توعيه الشباب في الدور اللي هو الفكر المتطرف. اكيد. ده التوعيه الاساسيه عندنا. صحيح، دي بقى ليها حلقه ثانيه. دي عايزه قصه طويله. احنا للاسف وقتنا اوشك على الانتهاء او انتهى بالفعل. فانا يعني كان ليا الشرف ان انا كنت معاكم النهارده، وكان نفسي الفقره تبقى اكبر من كده، وان شاء الله الفقرات تتوالى. بس في حاجه برضو عايزه اضيفها لحضرتك. احنا سريعا معنا برضو بعض كوادر من الشباب، بعض المهندسين والناس الموجوده معانا كتير. اكيد، كل الشكر ليهم طبعا. فدول بنتعامل معاهم، بيتعاملوا معانا بكل الحب من قلبهم. أكيد بجد. اكيد، هي مصر دايما عطاءه وولاده بالخير. وانا بشكر فضيله الشيخ وبشكر الكيان المحترم اللي فعلا هيقدر يقدم حاجه للبلد. الارقام كانت موجوده على الشاشه، وهنتظر تعليقاتكم واتصالاتكم على الارقام اللي كانت على الشاشه. شكرا، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله في نفس الميعاد. استنونا.